إذا مشاهدينا تعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث والأكاديمي السوداني الأستاذ محمد الأمين. أهلا بكم أستاذ محمد إلى استوديو الرافدين. يعني تجمع المهنيين السودانيين علق الاجتماعات مع المجلس العسكري، ما هي الأسباب التي دفعت قوى المعارضة إلى اتخاذ هذه الخطوة؟ أهلا بك وأهلا بمشاهديك الكرام. أهلا بكم. أهلا. يبدو أن الساحة السياسية السودانية اليوم انتقلت إلى مرحلة الشد والجذب بين المجلس العسكري الانتقالي من جهة وتحالف إعلان الحرية والتغيير من جهة أخرى، حيث أن هناك عدد من التصريحات صدرت من كل من إعلان التحالف إعلان القوة والتغيير وكذلك المجلس العسكري. كان من المتوقع أن يقوم إعلان الحرية والتغيير اليوم بتقديم قائمة بأسماء الأشخاص الذين سوف يقومون بتسلم السلطة المدنية، إلا أن الشارع السوداني تفاجأ بأن هذا التحالف قام بتعليق التشاور مع المجلس العسكري الانتقالي. يبدو أن هذا الأمر صدر من أن بالأمس قام التحالف باللقاء مع المجلس العسكري الانتقالي وطلب منه بأن يقوم بتسليم السلطة بأسرع وقت ممكن، إلا أن المجلس العسكري طلب من التحالف إعلان الحرية والتغيير بأن يأتي هو والأحزاب السياسية جميعهم ويتم التشاور في هذا الأمر، حيث قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان اليوم بأن المجلس العسكري تسلم أكثر من 100 رؤية حول مستقبل السودان، فقال بأنه سوف يقوم بدراسة هذه المقترحات وسوف يقدم النتائج إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع. نعم، هناك من يرى بأن تجمع المهنيين بدأ يغرد خارج صرب القوى الثورية في السودان، إلى أي مدى ترى أن ذلك سيؤثر بموقف القوى المعارضة أمام المجلس العسكري؟ يبدو أن التحالف إعلان القوة والتغيير وتجمع المهنيين بدأ يشكك في نوايا المجلس الانتقالي العسكري، حيث قال بأن المجلس العسكري الانتقالي أي أن دور القوات المسلحة ليس الحكم وإنما حماية الثورة، وأن التحالف لن يعترف بأي سلطة انقلابية أو عسكرية، وحيث اتهم بأن المجلس العسكري بدأ أي أنه امتداد للنظام السابق وأن المجلس العسكري هو يقوم بالانفراد بالسلطة والالتفاف حول مكاسب الثورة، ولكن الشارع السوداني الآن يؤول كثيرا على التحالف أي تحالف إعلان القوة والتغيير، ويبدو أن الشعب سوف ينتظر من إعلان التحالف إعلان القوة والتغيير حتى يقدم مقترحاته، ولكن الأحزاب السياسية أيضا كما قال المجلس الانتقالي بأن المقترحات الأكثر من 100 مقترح التي تم تقديمها إلى المجلس العسكري هي يعني ليس هناك اختلاف كبير على المستوى السيادي والتنفيذي والتشريعي. إذن إعلان تحالف القوة والتغيير إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع ربما يعود مرة أخرى إلى المجلس العسكري ويتم الاتفاق على نقاط للمستقبل إن شاء الله. يعني المجلس العسكري من قبل وأعاد بتصريح بأنه لا مانع عنده أن يسلم السلطة، ولكن هنا النقطة، إذا ما اتفقت القوى الثورية هل المجلس سيقوم بتسليم السلطة يعني بشكل طبيعي؟ أم أنها ربما تكون مراوغة أو أن المجلس العسكري يعلم علم اليقين بأن القوى الثورية لن تتفق؟ المجلس العسكري يبدو أن المجلس العسكري طوال هذا الوقت يؤكد على أنه يسلم السلطة في أقرب وقت ممكن، ولكن الشرط الذي وضعه على أن هذه القوى السياسية يجب عليها أن تتفق هي أولا ثم تقدم مقترحاتها، وبين بأنه ذكر الفريق أول عبد الفتاح البرهان في لقائه اليوم في التلفزيون السوداني بأن هذا المجلس العسكري لن يقصي أي حزب سياسي وأي جسم عدا المؤتمر الوطني، إذن هو يبدو أن المجلس العسكري لن يقوم بخطوة مثل هذه الخطوة لأنه يعرف تماما بأن الشارع يقف خلف إعلان القوة والتغيير وتجمع المهنيين. لكن هل القوى الثورية أستاذ محمد فعلا في السودان ستتفق على رأي موحد؟ هل من الممكن هذا الأمر يعني؟ هذا الأمر يبدو أنه صعب قليلا،
خصوصا بأن يعني هذه الأحزاب لديها خلفيات يعني مختلفة. اليوم طبعا اليوم صباح هذا اليوم تم هناك مؤتمر في قاعة السباقة الأئمة والدعاء. يبدو أن هناك تشدد من قبل الأئمة والدعاء في مسألة الدين، فهناك اختلاف رؤى بين أحزاب يعني دينية وأحزاب يسارية. فيبدو أن الرؤى بين الأحزاب الدينية والأحزاب اليسارية مختلفة تماما، ولكننا نتمنى من هذه الأحزاب أن تتفق حول النقاط الأساسية التي نعم. يقوم عليها بناء الدولة دون المساس بالنقاط التي تتعلق بالدين وما إلى ذلك يعني. نعم، البرهان تحدث عن تلقيه اتصالا من الإدارة الأمريكية، عرض الإدارة الأمريكية رفع السودان من قائمة الإرهاب. كيف ترى الموقف الأمريكي من هذه الأوضاع؟ وهل يعني الولايات المتحدة الأمريكية ربما هي خلف القرارات التي يتخذها المجلس العسكري؟ نحن في السودان لا نثق كثير بالقرارات الأمريكية، لأن العقوبات على السودان ليست حديثة. يعني العقوبات على السودان يبدو أنها كانت منذ 1985، يعني هي ليست قريبة، ولكن هي تراوغ، يعني أمريكا تراوغ فقط. فيما يتعلق بالتأثير، أنا أعتقد بأن هناك تأثير فعلا، لأن الشارع السوداني الآن بدأ يلاحظ بأن هناك تدخلات إقليمية وتدخلات دولية بدأت تؤثر في مسار الثورة. ولا ننسى بأن أمريكا هي يعني لها القدح المعلى في هذا الأمر، وهي يعني تقول بأنها سوف ترفع العقوبات عن السودان، ولكن ربما هي تريد تنازل من المجلس العسكري كثير. يعني الآن إذا قلنا أنها سوف ترفع العقوبات، يعني ما هي الشروط؟ فهي تضع عدد من الشروط، وربما لا يستطيع المجلس العسكري أو الحكومة القادمة بتنفيذ جميع هذه الشروط، فهي تضغط وتظل هذه العقوبات يعني موجودة لا ترفعها، ولكن نتمنى أن ترفع هذه العقوبات إن شاء الله عن السودان. نعم، هل سيقبل الشارع السوداني لهكذا اتفاقات أو ممكن تسلم المجلس العسكري للسلطة لمدة عامين انتقاليين؟ الشارع هو حتى الآن، يعني الآن من الملاحظ أن الشارع يعني الشعب حتى الآن موجود في الشارع، وسبب وجوده في الشارع هو ضغط للمجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. هذا يعني أن الشارع يعني غير راضي تماما بوجود الجيش في هرم السلطة، لأن الشعب السوداني عانى كثيرا من هذا الأمر. ويبدو أن هذا الضغط الشعبي وكذلك الضغط من قبل الاتحاد الأفريقي، لقد سمعنا بأن آدم الفكي كان في السودان أمس، وكذلك الضغط الأوروبي كذلك، فهو إن شاء الله سوف يجعل من المجلس العسكري يقوم بتسليم السلطة إن لم يكون هناك تدخلات إقليمية يعني كان لها تأثير في بقاء المجلس العسكري، لأنها يبدو أن هناك مصالح من وجود المجلس العسكري، لكن الشعب لن يقبل بأن تمرر مثل هكذا يعني إجراءات إن شاء الله. الأستاذ محمد الأمين، الباحث والأكاديمي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.